الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن
ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية وماردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور ومن كل الشرور ومن كل خوان كفور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وأصلح أولادنا وارحم اللهم موتانا وانصر جنودنا ورجال أمننا ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات ويا مغيث اللهفات. إلهنا وربنا ها نحن عبادك ها نحن عبادك ما اجتمعنا في بيتك الحرام إلا طلبا لرضاك إلا طلبا لرضاك وطمعا في رحمتك وطمعا في رحمتك ورجاء في مغفرتك. اللهم لا تخيب رجاءنا وحقق آمالنا وأجب دعواتنا ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله